إخواني أخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب. هذه 12 ديال الليل، قول 12 وال12 تولد ديال الليل، والشارع انتم كتشوفوا الجو زويوان، كاين شوية ضبابة، الجو سخون، ماشي سخون سخون، ولكن سخون أحسن من بارد. فوالا، غير بغيت نهضر معاكم في هذا الفيديو. المهم، قبل ما نبدا في الفيديو، شكرا للاخوه والاخوات، شكرا للناس اللي تيساندونا باللايكات، الناس اللي كيساندونا بالتعليقات، الناس المشاركين، المشاركين القدام، المشاركين الجداد، تحية للجميع. الموضوع اللي بغيت نهضر فيه هذه الليلة هذه، وهو هاد الحرب اللي نايضة دابا. غادي نرجع معاكم واحد شوية اللور، الحرب ديال العراق فاش اجتاحت الكويت. واش كتذكروا اخواني اخواتي لما اجتاح صدام الكويت اشنو طرا؟ واش كتذكروا نادو جابوا فيديوهات مفبركة، جابوا خرائط مفبركة واسلحة الدمار الشامل، والجمع مجلس الامن، وباقي نعاقع داك الحزاق داك الرئيس ديال اسبانيا، وداك الحزاق ديال فرنسا، وبوش، وتجمعوا نادو لا خصنا نعتقوا الكويت، وخصنا. تتذكرون ياك يعني. انا غير بغيت نناقش معكم هذه القضيه، باقي كتذكروا الضجه اللي كانت وقعات. اوكي، يعني ديك اللعبه دي يعني اقعدوا الدنيا، فهمتي؟ لا خصنا نعتقل الكويت، لا هادي، ونوض وحيح وكذا، ونوض وسيدي، داروا داك الاجتماع وجابوا داك جابوا الدلائل. وشنو داروا سيدي بعد؟ وقيل وزادوا فيها قضيه الارهاب وداك التخربيق، يمشيو لك سيدي لبغداد ودكوا هذاك كن. كتذكروا ديك الليله اللي ديك الليله سقوط بغداد؟ واش كتذكروا؟ انا مازال كنتذكر هذيك الليله، يعني كانت ليله قاسيه على جميع الناس اللي عندهم القلوب. كيف دكوا مدينه بغداد، المدينه الخالده، المدينه التاريخيه اللي باقيين كتذكروا داك القصف الدولي. باقي كنتذكر ملي كانوا ضربوا داك البرج ديال الجزيرة، ماشي برج ديال الجزيرة، كان واحد الفندق، واحد الاوتيل كانوا فيه لي جورناليست، وحتى هو ضربوه. كتذكروا هاد الشيء ياك؟ كنظن كلشي كيتذكر هاد يعني هاد المناظر القاسية على القلب وعلى العين. وهانتوما كتشوفوا النتائج اشنو طرا، يعني خربوا العراق، خربوا عدة مناطق. دابا نرجعوا للحرب الحالية. شفتوا دابا ملي الحاج بوتن كتذكروا واحد القضية، نزيدها نقول لكم واحد القضية. كتذكروا أن روسيا في ديك الوقيتة رفضت أنها تدخل معاهم في الحرب، وباقي كتذكروا هذا وزير الخارجية اللي كاين دابا، راه هو اللي كان في ديك الوقيتة، وهو اللي كان يعني رفض، وروسيا كانت رفضات انها تدخل الحرب معاهم، وكانت يعني كانت محايده، واخا ولكن كانت محايده، يعني الحق يقال. رجعوا لدابا الظروف الحاليه والحرب الحاليه، الى شفتوا اشنو طاري، يعني مهزله مهزلة للغرب. فين هي اسبانيا وفرنسا اللي كانوا هما السباقين، وخصنا نمشيو ونطيحوا الطعام ونديروا ليه وكذا؟ كتذكروا هاد المناظر ياك؟ ايوا، هانتوما كتشوفوا دابا الحقيقة المرة اللي يعني الضحكة اللي، ولكن اللي كيزيد كيطلع لي الدم انا، وهما بعض الدومة
دوك الزعماء العرب حتى هما مشاو ودفقوا حتى هما في ديك القضيه ديال غزو العراق، وحتى هما يا حتى هما يا تدخلوا. اوكي يعني داكشي كان في 91، يا 91 اتذكر ذلك، اتذكر. رجعوا لشنو طاري دابا، راكم شفتوا الحاج، الحاج بوتنا شنو دار دابا، مشى دخل سيدي ال مشى دخل لاوكرانيا. واش حتى واحد ما قدر يقول لهم يلا نمشيو للمجلس الامن والله نجتمعوا ويلا نهجموا عليه ويلا نديروا ليه وهو ارهابي هنا 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 فاش كتبان لكم اللعبه ديال الغرب كيفاش كيلعب. ما يقدروش يقيسوا روسيا لانها لان عندها اسلحه نوويه، عندها اسلحه يعني خطيره جدا اللي ما يقدرش يعني اي دوله في اوروبا غادي تقدر تصبحها وغادي تقول انا غادي ندخل. شفت واحد خينا راه واحد المصري كيدير شي فيديوهات، وهاد الايام كنشوفو كيدير بيت كيقول لهم تركيا صيفطات الدرون وهادي وخربات وفرقعات الدبابات الروسيه ودارت، وروسيا دخلات اوكرانيا وشربوا فيها اتاي وناشطين فيها، وواحد تيخرج تيقول لي ما عرفت شنو وتركيا صيفطات يعني شي حوايج يعني كيضحكوا فعلا 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 كيضحكوا. وهادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني كتشوفوا داك اللعبة القادرة اللي كيلعبها الغرب مع الضعفاء، وكيفاش كيتعامل مع الأقوياء. وروسيا حتى واحد ما يقدر يقيسها، روسيا غادي تاخذ أوكرانيا. علاش؟ نقول لكم علاش. هو الحرب حتى واحد ما تيبغي الحرب، لأن الحرب كيمشي فيها الأبرياء، ولكن احيانا الظروف كتفرض على بعض الجهات انها تخوض حرب، يعني هذا شيء عادي. كيف ما غنقول لكم واحد القضيه، تصور اي انسان، تصور انت في دارك وغادي نجيب لك شي شيام بوليس وغنحطو لك قدام دارك وغنقول لك راه غير واقف، راه غير نخليه واقف تمايا، واش غادي تقبلها؟ ما تنظنش ان شي انسان غادي يكون ساكن في دارو وغادي يجي شي واحد وغادي يحط ليه ان شيان بوليسي قدام الدار، ما غيمكنش. وراه هذا الشيء اللي طرا في القضيه ديال اوكرانيا دابا. شنو داروا؟ كتعرفوا ان اوكرانيا بغات تدخل الاتحاد الاوروبي وبغات تولي عضو في الناتو وبغات دير بزاف د اللعيبات، ولكن روسيا رفضت هذه القضيه. علاش؟ لان اوكرانيا ملي غتدخل الحلف الناتو غادي تولي يا سيدي في الحدود ديالها مع الحدود ديال روسيا، غادي تولي هناك يعني ترسانه من الجيوش الاوروبيه والامريكيه وجميع جميع كل شيء غادي يكون في الحدود الروسيه. وهذا هو هذا الشيء. علاش مثلا الصين كتدعم كوريا الشمالية على ود هذه القضية؟ لأن كوريا الشمالية بحال كتقول، لأن مثلا لو الغرب حول كوريا الشمالية إلى دولة رأسمالية غادي تولي كوريا منطقة يعني قريبة للصين، تقدر مثلا الجيوش الأوروبية والأمريكية الغرب كله غادي يمشي تما وحط الجيوش ديالو. هذا الشيء علاش ان الصين متشبثة ان كوريا الشماليه خصها تبقى بحالها، وعطاتها الاسلحه النوويه وسلحاتها وكتبني ليها وكدير لها. نتغاضاو على ديك القضيه ديال الديكتاتوريه والقانون وداكشي، ولكن المصالح الدوليه كتلعب في هذه القضيه هذه. وهذا الشيء اللي طرا في القضيه ديال اوكرانيا. يعني لو ان اوكرانيا مشات للحلف الناتو
غادي تولي كلب حراسة الغرب على روسيا. هذا الشيء علاش ان كنلقاو روسيا انها رفضات هذه القضيه، وروسيا عاوتاني واحد القضيه انها تقول بات، حست براسها تقول بات، لان ملي داروا ذاك الاتفاق ديال تفتيت حلف وارسو، اتفقوا باش غادي حتى ان حلف الناتو ما غادي تبقى عنده حتى شي مهمه. ولكن الغرب كيف ما كنعرفوا دائما اللي كيحكموه واللي كيترأسوه ناس لا يعرفهم احد، ناس عندهم مصالح دوليه اقتصاديه محضه، هما اللي كيسيروا العالم، هما اللي كيسيروا كل شيء. يعني بحال ضحكوا على روسيا، واخا ان حلف وارسو ما بقاش، ولكن حلف الناتو زاد كيكبر وتيكبر وتيكبر، ودخل عده دول اللي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي سابقا، وانتشرت يعني القوات الغربيه نشرت في هذه الدول هذه يعني ترسانتها العسكريه من الصواريخ، الارض وجو وكاع كتضحكني هذه القضيه ديال الصواريخ ارض فوالا. هذا الشيء اللي بغيت نقول للاخوه والاخوات، غير على اللعبه القادره اللي كيلعبها الغرب، يعني بحال ديك اللعبه ديال كيلعب على جوج الوجوه. اوكي، الا كنت قوي راه كيفاش غنتعامل معاك، راه غادي نخاف منك. وديك القضيه ديال العقوبات على روسيا، هذاك الشيء كله هذيك غير الاعيب كيضحكوا علينا، واش فهمتي؟ ما هي ما غتكون لا عقوبات لا والو، لان روسيا والغرب عندهم يعني ارتباطات اقتصاديه كبيره. وواحد القضيه اخرى، اوروبا ما غاديش تقدر تستغنى عن الغاز ديال روسيا، الا استغنات عليه غادي يكون عندها مشكل، خاصه في فصل البرد، ملي كيكون البرد في اوروبا يعني راه روسيا هي الوحيده اللي كتسخن. راه الا ما كانش مثلا الغاز ديال روسيا، اوروبا غادي يكون عندها مشكل. وكيف ما قلت لكم، راه واخا كتشوفوا هذه القضيه ديال هذا الشيء اللي قدام، ولكن راه داك الشيء كيكون تحت الطبله، فهمتي؟ غيبقاو يتعاملوا مع روسيا رغم هذا الشيء هذا، غير غيبغي يبينوا مثلا للعالم اننا رحنا مع اوكرانيا وهذه، ولكن في الحقيقه ما كاين لا معايا ولا ما فهمتي، لا معايا ولا مع جدي، المصالح هي اللي كتلعب. وهذا الشيء اللي كنقول لكم اودي، ما خصناش، واي انسان واي واحد كيسمع ليا، ما نبقاوش نستمعوا ديك الاكاذيب ديال الغرب ديال انهم غاديين يمشيو باش ينشروا الديمقراطيه، كيف ما قالوا في القضيه ديال الكويت، ان خصنا نكونوا ديمقراطيين ونشر العداله وكذا. راكم شفتوا الويلات اللي جات من بعد الغزو ديال صدام الكويت، وهذه القضيه ما غاديش تعاود. وانتم ما غادي تشوفوا شي الدول الغربيه كلها، الدول الاوروبيه ولا اي دوله كتقول عند راسها رانا ما غاديش تقدر تصبحها في وجه روسيا لظروف كثيره ومتعدده. ومن بين هو القوه العسكريه اللي كتوفر على روسيا، ما يمكنش مثلا غادي شي واحد مثلا غيضغب الله وغادي ينوض من حقهم هذيك ارضهم، يعني يمكن لك تتفق معاهم يمكن لك ما تتفقش معاهم، ولكن هذيك ارضهم. الا جينا نشوف مثلا دابا المغرب، داك الحاج محمد تما يرى قال لك اسيدي غادي يصيفط مساعدات لاوكرانيا. ايوا، وهذا الشيء اللي واقع في اوكرانيا راه هو اللي واقع في الصحراء. يعني انت باغي ترجع اسيدي الصحراء، وحتى روسيا بغات ترجع اوكرانيا. ايوا علاش؟ ولكن كتعرفوا ان النظام المغربي مع تابع للغرب ما يمكنش مثلا ما يمكنش سميتو. علاش؟ لانه يعني تلميذ ولا عميل ولا سميها كيف ما بغيتي ديال الغرب، زعما ما غتكونش عنده ما تكونش عنده هاد القضيه معروفه، ما يحتاجش عاد نناقشوها.
فوالا هادشي اللي كاين، وهذا هو الموضوع اللي غادي نهضروا عليه وهضرنا عليه. وكنتمنى لكم ليله سعيده الى كان عندكم الليل، ولا الصباح صباح سعيد. فوالا المهم سمحوا لي الا كنت اذا بنت لكم عيان، راه كنتمشى فهمتي زعما سي ان بو دور سي تري دور دو مارشي سبيسيالمون لورسكيل في نوي. اييه الفرنساوي وتي حساب ليكم سينا الفرنساويه، راه واخا هكذاك راه باقي عاقين هذيك الفرنساويه اللي قراونا فهمتي. جو سوي تي يا ايلا باقي عاقين هذيك الدروس ديال الفرنسي اللي كانوا تيقراونا في المغرب. والمهم اخوه الاخوات ليله سعيده، والى فرصه قادمه، وتبارك الله عليكم.